من الام تي في برحب فيكم بحلقه جديده من سكار. اليوم رح نحكي فيها عن رياضه الام ام اي، هذه الرياضه اللي عم تجمع عدد كبير من ابطال لبنان، ليس فقط في الام ام اي ولكن ايضا في رياضات اخرى عم بيحبوا انه يشتركوا في هذه المسابقه. البعض بيعتبرها عنيفه، البعض بيعتبرها دمويه، واعضاء الاتحاد والاسماء الكبيره بهذا الاتحاد بتاكد انها لعبه مميزه ما صار فيها ولا عمليه قتل او موت من وقت تاسيسها لليوم. بدايه ترحيب برئيس الاتحاد اللبناني للام ام اي خليل نصور. مساء الخير خليل. مساء الخير. نحن اليوم بدنا نحكي عن هذه الرياضه وعن مشاريعك. نحن الاسبوع الماضي بالام تي في تابعنا حفل اطلاق الاتحاد اللبناني وهشيم من فندق الموفنبيك بمدينه بيروت. هلا بدنا نحكي للمشاهدين، مشاهدي الام تي في، حول هذا البرنامج، برنامج العمل وشو يلي ردك على الرياضه، لانه نحن بنعرفها كثير منيح بعالم كره السله. ما بعرف شو يلي جابك رجع من جديد على هذا العالم المميز ولكن الصاخب بنفس الوقت. مروان راسي مصوار. مصوار نجيب. يعني بعد شوي رح نشتاق لك، بلشنا نقترب من نهاية الموسم. هلا كمالت عدد آخر سباقين بالموسم. لا أنا عادة بني أكلسون كان يخليهم لآخر سباقين. كان أول شيء يتقاتلوا مين بياخد آخر سلوت وأول سلوت، مزبوط. يعني هو الأهم سباقين، بس هلا مثلا أبو ظبي ما زبطت معهم. ما زبطت معهم. صار لازم ياخذوا قبل بأربعة مثلا ليحسوا إنه هذا السباق ممكن يكون مهم للبطولة. إيه، لأنه في السيطرة واضحة عم بتكون خاصة لفريق مرسيدس بالسنتين الأخيرتين. ولكن بداية خليل نصور، بدي بلش من السؤال الأخير اللي سألتك، شو يلي ردك على الرياضة في لبنان؟ أنت يلي قدرت بفترة قصيرة جدا بأواخر التسعينات أنه تدخل على عالم الرياضة من خلال كرة السلة وتحقق حيثية مميزة. اليوم ومن بعد تقريبا 15 سنة عم نرجع نشوفك برياضة أخرى، اليوم عندها بعتقد أنا شخصيا شعبية كتير كبيرة بلبنان، هي رياضة الـ MMA. الصراحة أول شيء بدي بلش، ما بدي زيد على شخص كأنا لبناني، ما بدي أقول أنه بحب لبنان أكثر من غيري، بس نحن فايتين بوضع، ما بدي أقول بس سياسي مش منيح، أما اجتماعي حتى الوضع الرياضي كمان مش منيح بالبلد. الأوضاع كلها عم تنعكس على الرياضة. كلها عم تنعكس. هلأ في عالم يمكن تصدقني، في عالم يمكن ما تصدقني، بس بتمنى كل شخص بس بده يحكم يحكم، بس وقت ما لازم يحكم كل شخص فيه يحكم علي. نحن في عنا أندية وفي عنا لاعبين كتير بلبنان، وهيدا اتحاد جديد وجمهوره كبير كتير. أنا استغليت الفرصة لفوت بهالرياضة. أول شيء ما بدي أقول إنه يمكن بعطي حبة دواء، ممكن أعطي حبة دواء، يمكن البلد بدها 100 حبة دواء، يمكن في أعطي حبة، يمكن في أعطي حبتين، بتضلها بتفيد. في أندية كتير عنا وفي عنا أبطال كتير، والأندية اللي عنا عملت اجتماعات معهم والأبطال عملنا اجتماعات معهم. نحن فايتين كاتحاد. أنا بالنسبة لي إن شاء الله إذا زي ما نحن كلنا مخططين، بده يكون اتحاد مميز للكل، مش لأي فئة معينة. كل شخص حياخد حقه، كل منطقة حياخد حقه، كل واحد بيشتغل حياخد حقه، وإن شاء الله نقدر نطور هذا الموضوع للجيل كلياته، للجيل الرياضي موجود بالجامعات وبالمدارس، نوسع قد ما فينا نحارب موضوع الطائفية والمذهبية. هذا رح نفوت فيه من هذه التفاصيل كلها سوا، مع أنه بلشوا هيك من الأول بمحاربة من البوابة الطائفية، ولكن مثل ما كنت عم بقول لك اتحاد يمكن جديد، ولكن الرياضة صار لها شعبية كتير كبيرة بلبنان. يعني اليوم ما عاد حدا بقى، يمكن الجو العام بالبلد بده هيك شوية مقاية تنفيس وخبيط شوية زيادة فش تخلق، بس عالي يروح يلعبوا مقاية وما ينزلوا على الشارع. الله خليك احسن شيء، ان شاء الله هيك بنستوعبهم بالانديه تبعنا. بس بدنا بلبنان هيك حلبات، يعني مثلا وحده على الصالومه، وحده على الكولا، وحده على الاتيكيل عليه. هلا كل منطقه لازم نعمل لها حلبتين ثلاثه يروحوا يعملوا هذه الرياضه. عم نخطط لها، عم نخطط لها ويبتعدوا عن المشاكل بارض السحاد. ولكن ايضا بنفس الوقت
رح تخلق مشكلة مع غير اتحادات، لأنه البعض بيعتبر أنه هو أبطاله عم يلعبوا رياضة الأمام أي. هل صار فيه، فينا نقول مع ولادة هذا الاتحاد الجديد، هيكلية واضحة للاعب الأمام أي؟ يعني صار فيه شيء اسمه أمام أي؟ هلا أول شيء مش لازم يخلق أي إشكال مع أي اتحاد، ليه؟ إيدنا مفتوحة مع كل الاتحادات، نتعاون مع كل الاتحادات، ولازم نشتغل كلياتنا ايد واحدة. هلا بلبنان اجمالا لقلك في لاعب ام ام اي، بس ام ام اي ما في لهلا، ما في هلا بده يبلش يصير، هلا بده يبلش يصير في لاعب ام ام اي من هلا. وما يعني ما في عنا اي، فينا نروح انا مروان ولا عمرنا ما بيسمح؟ أكيد مروان فيجي أول واحد، وأنت فيك تجي، أكيد فيك تجي. أكيد فيك تجي. فالأندية أكتر، الأندية أكتر لعيبة عم تجي عم تنضم على الاتحاد، بدها تلعب مع الاتحاد، بس هيدا ما بيأثر شيء على أي علاقة مع أي اتحاد، أي علاقة مع أي اتحاد. لأنه اسم الله بلبنان عنا شيء 230 ألف جمعية واتحاد، هلا أقول لك شغلة، ألعاب قتالية، إذا بدها تصير شيء محترف شيء مش محترف، إذا العملية بدها تصير طائفية ومذهبية بدي يصير في مشاكل، عشان أنا بعيد عن هالخط. بس إذا غير اتحادات بيلعبوا عادي، ما أي اتحاد هو بده مصلحة البلد ومصلحة الشباب أهلا وسهلا فيه. طيب خليل، صار لنا تقريبا 3-4 دقايق على الهواء، صرت قايل طائفية ومشاكل طائفية ومناطقية أكثر من مرة، شو يلي عم بيخليك تركز على هذه النقطة؟ الصراحة بنفيق الصبح بالطائفية وبننام بالطائفية، البلد كلنا بنعرف، كمان بالأمامي كلنا بنعرف هالشيء، كمان بالأمامي، كمان بالأمامي في طائفية. بس أنا رأيي كل شخص بده يفوت بالطائفية أنا بنصحه يبعد، عم بغلط، ينصحه يبعد عم بغلط وما يجربني بهالموضوع. مين ما يكون هو الإنسان، مين ما يكون هو هالشخص، طالما بده يفوت شيء بالسياسة، نحن بنبعد الرياضة عن السياسة، هذا الهدف تبعي. هلأ إذا أجمعوا الأندية كلياتها، لا نحن بدنا سياسة على راسي وعيني، بقول لهم باي باي، بقول لهم باي باي. بس طالما نحن كلنا أجمعنا مع بعض عاملين خطة عملية، كل واحد عم بيتوهم إنه يتدخل بهالموضوع، وأنا ماشي الحال عم سمع لغيري، عم سمع أشخاص، أنا كل واحد مفكر حاله إنه فايت بده يفوت بالسياسة، أنا بقول له ما راح ينجح، بوصل الرسالة للكل بقول له ما راح ينجح. هن عندهم قوة بالسياسة وعندهم قوة بالطائفية، كل واحد عنده، وعندهم قوة بالمذهبية، وأنا كمان عندي القوة تبعيتي، ما يجربوني بالقوة تبعيتي. يعني ما بعرف واحد بهالبلد، يعني بتكون عم تحكي رياضة، بعد شوية بتصير عم تحكي أزمة شرق أوسط، وعم تحكي هلا كبرنا ما عدنا، هلا بس تعرف صرنا أوراسيا، تعمل هالبطولة ناس ملبسون أصفر وناس أزرق وناس شو في ألوان بعد عنا، شو بعرفنا، بدنا حلبات، المهم نعمل حلبات قديش بتولع، يعني دي حلوة تطلع. لا انزلنا نحن بالدزرت فوق بالبطولة اللي عملناها بغزير عند صديقنا أستاذ جان همام، عند صديقنا أستاذ جان همام، إجا فوق 7000 شخص مينيموم، فوق 7000، كلنا كنا جمهور واحد، اللعيبة مع بعض ورا لبنان، كلنا اتحادات مع بعض، رؤساء الاتحادات مع بعض، وكنا مبسوطين. هيدا الجو اللي نحن بقى نخلقه، بس في ناس عم يجربوا يحرطوا. هلا بعد شوية بدنا نفوت بالتفاصيل، لأنه بدنا نحكي بغير مواضيع، هلا بدنا نشوف. على كل حال، الطائفية والسياسة كان إلى دور مميز الأسبوع الماضي، مش ببيروت ولكن بأوروبا وتحديدا بساد فرانس، يعني كل العالم حضروا مباراة فرنسا ألمانيا، بس مش كرمال مش كرمال المباراة بحد ذاتها، ولكن من بعد الإشكاليات الكبيرة اللي كانت عم تصير، للأسف الإرهاب ضرب قلب العاصمة الفرنسية باريس. إذن هون عم نشوف المباراة يعني انتهت، وهي كانت مباراة إذا فينا نقول ودية بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الألماني. بهاللحظات عم نسمع لدوي الانفجار اللي صار، وبالطبع كان في شوية بلبلة بالستاد دو فرانس، الجمهور منع من المغادرة، الرئيس الفرنسي تم إبعاده من المنصة الرسمية فور وقوع الحادث،
ولكن ما كان حدا عارف انه من بعدها كمان رح بيكون في اكثر من 100 ضحية من بعد هذه المباراة. الجميع تم منعهم من الخروج من الملعب، ان كان المنتخبين الالماني والفرنسي وان كان العالم اللي عم نشوفه هون خليل ومروان عم تنزل على ارض الملعب. هون مش الخبرية بحد ذاتها اللي صار بارض الملعب او صار خلال هذه المباراة، ولكن ما لازم ننسى ابدا انه بعد تقريبا 8 اشهر رح نكون مع بطولة الامم الاوروبية في العاصمة الفرنسية باريس. اليوم ما في بقى مباريات بالدوري الفرنسي، تم توقيف عدد كبير من المباريات يلي ما بعرف اذا بس بالعاصمة الفرنسية ولكن بكل فرنسا بعتقد، خوفا من العمليات الارهابية. ما بعرف اذا هذا الامر رح بينعكس على اقامة البطولة، وبالتالي رح تخسر فرنسا مئات ملايين الدولارات اذا ما قدرت انه تعمل بطولة الامم الاوروبية على ارض الصيف المقبل. يعني بس جد شيء مؤسف جدا. هلا في كتير ناس بلشوا يحكوا هيك على فيسبوك انه ليه ما حطيتوا علم لبنان وليه ما ضويتوا المونيمان بالوان لبنان. لقيت حدا حكي الفيسبوك ما كثير دفع. ناس مجاوبينهم انه اللي قدمته فرنسا للحضاره باخر 200 سنه ما حدا قدم يعني بالديمقراطيه بحقوق الانسان بالارتس. ما هذا اللي خليها توصل لهون. خليها هيك وخلي الناس تأسف يعني. ويمكن في ناس كتير بتقول في ناس زايرين باريس أكتر ما زايرين مناطقنا هون بلبنان يعني. هيدا للأسف هيدا مشكلتنا المحلية على كل حال. هيدا المزايدات على الفيسبوك على كل حال ما كتير بحبها، لأنه اللي صار بفرنسا هو أنا مثل ما شايفه توطئة لأمور أخرى رح بتصير كمان بالقارة الأوروبية. بس للأسف الرياضة عم تدفع الثمن، ونتمنى أنه ما ينعكس هذا الأمر على إقامة بطولة الأمم الأوروبية. يمكن نحن أول ناس عم نحكي حول هذا الموضوع لأنه عارفين أنه يلي صار منه هيك نقطة ورح بيتم معالجته، لأنه الوضع للأسف صار خطر بكل العالم. شو رأيك أستاذ خليل أيضا؟ والله أنا ضد لصار. يعني أنا بعرف أنت قديش حريص على لا أنا أكيد ضد لصار. يعني إذا بدنا نحكي باللي صار في إلى توابع كتيرة وفي إلى أسس كتيرة نبني عليها إنه اللي صار مش لازم يصير، بس هذا موضوع طويل كتير. هلا لا اللي صار صار، بس أنا عم بقول إنه إذا رجع تكرر الخوف هو على عالم الرياضة وانعكاسه على البطولات اللي راح بتصير بفرنسا تحديدا وعلى العالم العربي كمان. على ما هذا فتنا بالسياسة نحن مش رح فينا نحكي. لا هي على العالم العربي نحكي الصراحة، يعني بتتأثر فيها مزبوط. كمان العالم العربي شانغان أوفريرا خلاص ما عاد فينا نحكي. هلا وقفوا الفيز، وقفوا لنا الفيز يعني. اكثر شيء بصير نحضر متوشه يمكن شامبيونز ليج بالرقة بتصير، ما بعرف هيك هونيك أأمن عندهم أأمن. ما بيفجروا. على كل حال للاسف الموضوع الرياضي عم بينعكس سلبا هذه الفتره من بعد كل الاحداث اللي عم تصير، وحتى بلبنان يعني نعرف الاجراءات الامنيه عم تمنع اوقات الجمهور يكون موجود بارض الملعب. وهون بدنا كمان كيف في مباراة مهمة امبارح نجم أنصار بكرة القدم تم تأجيلها كذا مرة، ما بعرف شو كانت الأسباب الحقيقية إن كانت أمنية أو غير أمنية، بس تم تأجيلها كذا مرة لهذه المباراة. بدنا نرجع لموضوعنا من بعد ما حكينا عن فرنسا وفتحنا نقطة استفهام. هلا كلهم بدهم يبلشوا يتساءلوا عنا هل ستقام بطولة الأمم الأوروبية الصيف المقبل نعم أم لا؟ فتحنا الملف من هلا بدنا تصويت. بتكون هاي رقم مروان بدنا نصور. بتكون بردت بتصور من هلا لانه من شارلي يبدو هلا يعني فرنسا يعني اذا بتطلع على تلفزيوناتها ما بتشوف نقطه دم بكل اللي صار، دائما الوجوه مغطايه، ما بدهم يلعبوا لعبه الارهابيه ويخوفوا الناس، بالعكس بدهم يطمسوها قد ما فيهم وبيشتغلوا بعدين مخابرات واشياء ثانيه. هذا غير موضوع صحيح. نحن كنا عم نفتح الملف الرياضي. طيب خليل انت ما جاوبتني مزبوط، لانه ما رجعنا نحكي اول شيء شو يلي ردك على الرياضه، حبك للشباب اللبناني؟ قلت لك انا كنت واضح انه رجعت على الرياضه اول شيء، البلد بحاجة للرياضة. نحن أنا بالنسبة لي أكتر الشباب اللبناني بحاجة للرياضة أكيد الشباب، نبعدوا عن كل هذه البلد. لما عم نحكي عن البلد هو عم نحكي عن الشباب، عن الشباب، عن المدارس، عن الجامعات. نحن ناويين نوسع، مش بس نوسع للمدارس وللجامعات، فأكيد بهمنا هذا الموضوع، هذا أساس لي يخلاني فوت على الرياضة. الحمل سيكون كبيرا جدا، لأنه مثل ما عم نحكي رياضة الأمامية رياضة شعبية بامتياز بلبنان، وأنتوا اتحاد ناشئ. شو هي أبرز الخطط يلي بدكم تقوموا فيها اليوم كاتحاد إذا بدنا نحكي كخطوة أولى في السنة الأولى من عملكم؟ التوسع نحو المدارس والجامعات، خلق أندية جديدة، شو المطلوب؟ كخطوة أولى أول شيء عاملين دورة تحكيمية، عاملين دورة تحكيمية ليصور عندنا فئة
من الحكام اللبنانيين فيهم يحكموا دوليا اسيويا عربيا، وعندنا دوره للدفاع المدني للاسعافات، هيدي دوره كمان بدنا نعملها قريبا جدا للاسعافات. بتعرف باي لعبه رياضيه بيكون فيها اصابه، بدنا نعمل دوره اسعافات حتى اذا اضطرينا بدنا نجيب بروفيشنالز من برا كمان يساعدونا بقصة دورة الإسعافات. بعدها في عنا تقدم كتاب بده ينعمل بطولة بجنوب بصيدا اللي قدمه المدرب محمد الغربي، هو بطل دولي، هو بطل دولي، فنحن وافقني له بالبطولة بده يعملها بصيدا. وبعدين عنا بطولة لبنان للدرجة الثالثة. هلأ لتاريخ هلأ هولي يعني البطولات اللي نحن عم نشتغل عليه هون، وإن شاء الله على الأيام القادمة حيطلع عنا شغلات جديدة. هل التوسعة ستشمل أندية جديدة؟ أكيد. أي نادي بده ينضم للاتحاد بده يقدم طلب للوزارة، ونحن شو فينا نساعد حنساعد. كيف علاقتكم اليوم بالوزارة؟ يعني شفنا بالمؤتمر الصحفي عدد كبير من رؤساء المصالح في وزارة الشباب والرياضة وحضور مميز للصديق زيد خيامة، وبطبع مباركة أيضا من الصديق أيضا مع الوزير عبد المطلب الحناوي. علاقة جيدة جدا مع الوزارة وما شفنا منهم إلا كل خير الحمد لله. طيب، البعض يقول أن الولادة كانت قيصرية لاتحاد الأمامي، يعني من بعد الكلام الحلو والواضح اللي عم نسمع منك، ليه كانت العملية قيصرية؟ شو كان الخلاف؟ هل هو الخلاف ما بعرف إذا بنسميه بلبنان الانقسام العمودي بين طرف وطرف، بين فئة وفئة، بين طائفة وطائفة؟ شو كان الخلاف؟ هل الخلاف كان على رؤية معينة أم الخلاف على مراكز معينة؟ أنا بحس أنه المراكز خلاف، لأنه ما بعتقد، لأنه نحن أصدقاء من منتصف التسعينات ونعرف قد ايه قدمت للباسكت بول بوقتها، يعني ما بعتقد أنت جاي كرمال منصب معين. خليل والله نجيب إذا بشرح لك كتير أشرح، نحن بدنا ننسى الماضي، صرنا 4 سنين هيدا قصة الاتحاد، صرنا 4 سنين كل ساعة في شيء، هو في بتعرف أنت كل اتحاد في إلى كوتا معينة، في إلى يعني، وكل سياسي له تدخل فيه. هلا لأشرح بالضبط أنا سوري يعني شو صار بهالأربع سنين، يعني عيب نحكي أما طائفية يعني التركيب إنه ثلاثة مسيحية، اثنين سنة، واحد أرمني، واحد لا كتير عيب عيب تنحكي، يعني إذا حدا بيحضرنا برات لبنان يا مروان عيب، يعني ما عم نحكي عن مثلا واحد معه 5 دان وجبنا 2 معه 3 دان وواحد خبير ومدرب واحد رئيس نادي، لا عيب عن جد بكل الاتحادات ما عم بحكي، يعني أنا في اتحاد هلا نحن مجبورين، يعني مجبور وقت النقطة الطائفية مجبور قول طائفي عشان أكثر المشاكل هي مشاكل طائفية. يا خي مرض الطائفة صار زي مرض السرطان، مرض السرطان عم بيتعالج نحن ما عم نتعالج، فمجبورين نحن نقول انه هيدا الطائفية لازم تنزاح والمذهبية لازم تنزاح والمنطقية المناطقية. شو صار بالاتحاد؟ لانه كمان في اتهام انه انت عينت اسماء كان طرف معين هو لازم يعينه، انه هو بصفته التليفون الالهي والابوة الالهية على مجموعة من الناس هو بده يعينه، مزبوط الكلام؟ هلا هيدي بتصير انه في ناس، بس انا معي ما عندي حدا، ما عندي كبير الصراحة، يعني انت عينت؟ أنا عينت الأشخاص، نحن كنا متفقين، هلا هني كانوا بدهم يعينوا أشخاص اللي بدهم إياه، في هني بدهم يعينوا، كانوا عم بيحاربوا وعم بيشتغلوا ليعينوا الأشخاص اللي بدهم إياه، وكانوا عم بيبرمجوا أشخاص معينة، عم بيعملوا البرمجة تبعهم وكل شيء، للأسف فشلوا، لو أنا فشلت بقعد على جنب، طيب أنتوا فشلتوا، اقعدوا على جنب، خلي هالاتحاد يشتغل، أنتوا مواطنين بتحبوا مصلحة لبنان؟ شوفوا بس يغلط الاتحاد حاسبوا الاتحاد، بس يغلط حدا اللي بيخسر بالانتخابات لازم يقعد على جنب، بيخسر الاتحاد بالانتخابات بيقعد على جنب بيقول مبروك، بيقول مبروك، انا لو اخسر بقعد على جنب بقول مبروك. انا الصراحه اذا بقول انا كنت شفيت على رئاسه الاتحاد، مزبوط. انا جبروني، وهذا السؤال بعتقد ساله لك استاذ عبد سعد او أنا صديقنا، انا انجبرت انزل بالمعركه ونزلت كرئيس اتحاد. من أجبرك؟
في ناس أو فيها كانوا باللجنة وكانوا حيخسروا مقاعدهم فانجبرت انزل لضلني محافظ عليهم. اف طيب وشو رأيك بالخيانة؟ لأنه في ناس اجوا على هالكرسي اللي قاعد فيها شكروا فيك لأنه أنت دعمتهم كذا مرة من خلال السفرات وخاصة للولايات المتحدة الأمريكية والمشاركات في أوروبا، اليوم اشتغلوا ضدك. قالوا ما بيعنوا لي يعني ما مش ما يعني كل واحد حر يشتغل اللي بده إياه، اشتغلوا ضدي بس الله يوفقهم. ما يعني الصراحة ما عندي هالعلاقة معهم، أنا بس ساعد، ما بساعد أنا ل لشيء معين أو لمنه. هلا يمكن أنا شايفهم خمس دقايق مع عشر دقايق زي أي واحد بيطلب منك مساعدة بتشوفه خمس دقايق مع عشر دقايق، أكتر من هيك ما في. هلا خيانة هيدي عادي موجودين فيها، ما أنا كلما عاشرت الناس أحببت الكلاب، عندي خمسين كلب، هيدا المثل بقوله من زمان. هذا رح نشوفه روبرتاج بالأم تي في. إيه هيدا المثل بقوله من زمان، كلما عاشرت الناس أحببت الكلاب، فما بدنا نحكي بالخيانة، الخيانة موجودة. هون تنخلص من هذا الملف، فإذا الخيانة خلصنا من قصتها، فموضوع الطائفية كمان بدنا نخلص منه أو رح يضل مفتوح الملف؟ لأنه نحكي ولا ما نحكي؟ لأنه قبل ما فوت على الاستوديو تم تهديدك بالطائفية ومحاربة سياسية معينة، شو جوابك؟ وأنا تدخلت شخصيا لأن ما كنت عم حضر وشفتهم عم بيهددوا بهذه الطريقة. طب لهالدرجة كانت الأمور صعبة بولادة الاتحاد، مع أنه شفت أكثر من 500 شخص موجودين من رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية لعدد كبير من رؤساء الاتحادات لعدد كبير من رؤساء المصالح ووجود أستاذ زيد خيامة والأندية والأبطال من عدد كبير من الأندية، شو يلي وصل الأمور لليوم؟ يعني من تنال الماضي لليوم؟ سؤال بدي أسأله أنا. أول شيء الإعلام كله كان موجود، الإعلام اللبناني كله كان موجود، إذا خليل نصور مش مرغوب هو أكتر ناس بيعلقوا هو الإعلام، الإعلام اللبناني كله كان موجود عشان عارفين خليل نصور إنه زلمة وطني لبناني بيشتغل لبنان. هلأ مش كل شخص فايت نيته حسنة دغري تهجموا عليه هجمة واحدة، لا يخي يتركوه يشتغل. إذا كل شخص معناته أنتوا بتكون البلد يضلوا محله كل بلد. بس انا في اقول لك شغله ونربح ونمنن. هلا ما عم نحكي عن اصدقائنا الاردني او شيء، بس تنعمل نتيجه حلوه بدنا نطلع نلعب بالديزرت فورس، بس ما نحن عنا ابطال وديزرت فورس وغيرهم عم بياخذوا ابطالنا، يعني نحن لازم نكون موجودين على الساحه ويكون عنا هذه الهيكليه اللي عم تشتغلوا عليها اليوم. نحن ما عم نتهم حدا ولا عم نهاجم حدا، بس انه الجميع عم بيستغل اللاعب اللبناني، فاليوم اجى مين يدعم هذا اللاعب اللبناني؟ ليه عم بيتم محاربته بالطائفيه؟ انت اعترفت انه الاتحاد متجانس ومتناغم من طرف مش اجتماعي، يعني التركيبة معينة. أنا هختصر لك الموضوع. كل واحد بده يفوت بالأم أم إيه بالطائفية ما حينجح، شاء من شاء وأبى من أبى. عم بتسمع هذا ولا لا؟ أنا عم سمع كل واحد طائفي، أما بده يفوت، أما مفكر حاله عضلاته كبار، أما مفكر حاله كرسته كبيرة، كرسي كبيرة ما فيه، كرسي كبيرة ما في، في كرسي كبيرة بالاحترام، في كرسي كبيرة بالأخلاق، في كرسي كبيرة تحضن العالم كلياتها، هيدي هو بيعتبره أنا كرسي كبير الإنسان الناجح، اللي بيجمع مش اللي بيفرق، هول اللي عم بيفرقوا أنا بقول لهم خذوا نصيحتي إنه أنتم فاكرين حالكم كبار، شو ما يكون حجمكم بصوت عالي بقولة أنا بالنسبة إلي صغار، أدى الإصبع الصغير، بقولة علناً. خلينا نتابع معك مروان هالأمور، بنسمعها شيء مثلا هيدا البرازيلي من أصل إذا بدك في شيء مرة حكيوا عن بيت كنعان إنه منهم أمريكان أو عن بيت حداد أو عن بيت فورمولا 1 تعرف شو أنت بالعالم الغربي أو فيليب ناصر منه برازيلي هيدا من عنهم هيدا من لبنان خليه يروح يلعب مع اسم لبنان تسمعوا شيء هيدا أنتوا بالفورمولا؟ لا والله أبدا. طب كيف كانت حتى نيكو روزبورغ، يعني إذا بدنا نحكي عن نيكو روزبورغ الزلمة فنلندي صح، بيو ربع بطولة العالم بال 83 تحت اسم فنلندا، عاش بألمانيا وصار معه هذه الجنسية واليوم ألماني بامتياز. الأفضل هو اللي بيتقدم، أكيد في دول بتدعم سيئين حتى يوصلوا لمراكز متقدمة ويمثلوا هول الدول، بس في يعني بس على الأقل عم بيجيبوا ناس محترمين مثل دانيال كفيات
روسي روسي ومدعوم كتير وبس كمان هو منيح يعني عم بيعمل نتائج كتير منيحة. نحن هون كمان وأنا إذا بدك بصفة الإعلامية وبكل الصفات الأخرى ما بدي أحكي عن أي صفة أخرى، السياسة مفروض أنه تكون موجودة بعالم الرياضة، السياسة مفروض أنه تقونن تعمل أندية تدعم أندية مثل ما أنت عم بتقول. يعني كيفيت اليوم بوتين دعمه تيكون موجود تيكون اسم روسيا موجود بالفورمولا 1، روسيا وبوتين هي اللي جاب لهم المونديال بال 2018 وهي اللي جاب لهم الألعاب الأولمبية الشتوية. القطريين اليوم ليه عم يركضوا على الرياضة؟ مش لأنه تيدعموا حالهم بالسياسة، بس هاي السياسة اللي بدنا إياها، مش سياسة اللي عم نشوفها بمكان آخر إن كان بالكويت وإن كان بأي مكان آخر تخوزوا المحل إذا فينا نقول. لا شايف احنا لك بدنا شايف لك شي سياسة ركض على واحد على الرياضي حضنه؟ يعني الرئيس الحريري بالعمل السياسي جاب كأس آسيا بعام 2000 على لبنان، هيدا عمل بدنا إياه، وجابوا البطولة العربية بال 97، بس من بعدها ما عم نشوف شيء، ما شفت ولا سياسة مثلا إلا تدخل بزواريب صغيرة، يعني انتخابات من هون وتطهير من هون وشو موني على عضو باتحاد، هذا اللي شفته بالعمل السياسي بلبنان. خلينا نتابع البرازيل لأنه بدنا نرجع نحكي عن أبو ظبي، ونحن بنعرف قد ايه الشيوخ بأبو ظبي عم بكبوا لدعم هذه الرياضة على حلبة ياس اللي كلفت أكثر من مليار، ما رح نقول أكثر. على كل حال وصلنا لسباق البرازيل والبطولة محسومة أكيد لهاملتون، والمعركة بين روزبرغ وفيتيل كمان ميالة أكتر لروزبرغ زميل هاملتون. بالكواليفاينج سيشن روزبرغ مرة إضافية بياخد بول بوزيشن وبيكون حاضن المركز الأول. على كل حال نشوف بهالتقرير شو اللي صار. إذن أول شيء وقفة وول أوف ريمبرنس مشان فرنسا أكيد نتيجة الحادث المأساوي الإرهابي اللي صار هناك. عند الانطلاق مثل العادة هاملتون بيكون عنده انطلاقة أفضل شوي صغيرة من روزبرغ، بس هالمرة ما بيقدر يستفيد منها ويحصل على المركز الأول. مركزين ثالث ورابع كان سائقي الفيراري فيتيل ورايكونن. خلال هالسباق كله ما صار مشاكل كتير كبيرة غير مع كارلوس ساينس اللي طلع سيارة الأمان للفات بسيطة. لويس هاملتون ضغط بفترة معينة حاول يستعيد مركزه من روزبرغ، بس كمان ما قدر يعمل هالشي وطالب حتى بغيار الاستراتيجي تبعه خلال السباق. بالنهاية بيفوز روزبرغ مرة إضافية من بعد ما فاز بسبق مكسيك وبيفوز بمرة إضافية. الفراري كانت النجيب الفريق الوحيد يلي جرب وكان قريب من مرسيدس، ومرسيدس روزبرغ عمل لاب كاملة على كل السائقين ما عدا المركز الرابع ولفوق، يعني ما عدا الفراريات تبع فيتيل ورايكونن. حتى كانوا عم بيحكي رايكونن انه مبسوط هالسنة من الفراري، انه ببداية السنة كان فارق 15 من الثانية عن مرسيدس، هلا وصلنا لنهاية السنة بسباق بشكل استراتيجي مزبوطة واثنيناتهم عم بيضغطوا، لا مش ايكول، كان 20 من الثانية الفرق، يعني اذا بنكمل هيك اكثر يعني 60% تحسن، تحسنوا كتير 20 من الثانية كمان مع فرق البطولات من 5 إلى 2 يعني نزلوا ايه ممكن تقريبا يربحوا سباقات أكثر السنة القادمة. ايه عم بقول لك ما بدها سنة أو ما سنة ما بعرف يعني، بس بعدين بده يرجع يتغير القانون بال 2017. إن غدا لنظري قريب. والحلو بتعرف نحن حكينا عنه إنه أريفا بيني مدير الفريق فراري لأول مرة تعرف الطليان محمسين وبدون نقاط وبدون يربحوا بطولات، قال لهم عندي بلان طويل الأمد يعني رجع على الطريقة الإنجليزية بالبلانينج، ما بدي أنا أعمل تعديلات بالسيارة مشان السبق الجاي، لا بدي بدي أعمل تعديلات هلأ تفيدني بعد سنة ونص يمكن. عم يشتغل بعقل إنجليزي بارد، بعقل إنجليزي بارد. هلا اكيد بعدنا بقصة المحركات، وفي كتير فرق تتمنى تحصل على محرك مرسيدس او محرك فيراري، وخاصة بس هني عم انهي البروفايدرز بعتقد هني الاساسية بالاضافة لرونو، لا هول المحركين المناح يعني ريد بول رجعوا مضيوا مع رونو، بس بالرغم عنهم بس ريد بول صرحوا انه نحن لو حصلنا على مرسيدس هني بيعرفونا نحن حنكون فريق افضل منهم، او اذا حصلنا على فيراري نحن عنا شاسية احسن من فيراري وبنعمل نتيجة افضل، وبالتالي مش وقتهم هلا وقت غيرهم خلص. لا مش انك هلا عم بيعملوا عم يشتغلوا على قانون جديد توحيد المحركات يكونوا كثير متشابهين، بس 16 بعد اي زيت القوانين صحيح، بس يعني بيشتغلوا فيها لبعدين حتى يصيروا في اومولوجاسيون، يعني كلهم مثل بعضهم قراب كثير، بيصير يمكن الشاسيه اللي بيفرق والسائق هو اللي بيفرق اكثر بكثير. ان شاء الله نقدر نوصل الى هذه المرحله. الجراند بري الاخير هلا بعد شوي رح نحكي عنه بعد اسبوعين بابو ظبي، اكيد المرحله النهائيه، وبتمنى يكون في لبنانيه كثير هناك مثل كل سنه دائما يعني بنشوف اعلام لبنان منتشره. انا شايف لك انه نصهم رح يكونوا لبنانيه،
الشباب كلهم أصدقائنا راح بيكونوا موجودين بالإمارة العزيزة جدا إمارة أبو ظبي لمشاهدة هذا السباق. إن كان راح يروحوا من لبنان، بس بعتقد اللبنانية بأبو ظبي أكثر من اللبنانية وبالإمارات أكثر من اللبنانية اللي بعدهم موجودين بلبنان، فبالتالي راح نشوف كثير أعداد منهم للأسف. أنت راح تروح تحضر شيء سباق أو السنة ما حضرت ولا سباق؟ السنة ولا سباق. يعني الله يساعدك على الآن، هلا مشكلة الـ MMA لا مش كبيرة. لا مش هيبة خليل نصور هل بلشت تتبين بالاتحاد أم بعد؟ بعدك عم تعطي فرصة، وأنا بعرف أنه مبارح هيك كمان كان في هيك بادرة حسن نية منك لبعض الأشخاص. هلا نحن الهيبة تبعيتنا الحفاظ على الاتحاد والحفاظ على الشباب والحفاظ على الرياضيين وعلى اللي بيحبوا اللعبة. هلا أكيد أي واحد بده يجرب يخربط مش حنكون ساكتين. وبرجع بقول في أندية كتير بلبنان، النهار اللي بيقولوا لي الأندية نحن ما بدنا ياك رئيس، مش ضروري في انتخابات، أما بلا انتخابات محمول حالي بقول لهم باي باي. طيب ساعتها هل بتتوجه لرياضة أخرى أم لا بتروح على البيت؟ ممكن توجه لرياضة أخرى. شو في أي رياضة أنا فيي ساعد فيها حساعد فيها، أي لأنه رياضة. بعض الأصدقاء بيقولوا أنه بوتنشل خليل نصور أكبر من أنه يكون موجود باتحاد صغير، ممكن يكون باتحاد أكبر يكون عنده دعم أكبر، خاصة أيضا هون يعني إذا بتسمح لي أحكي، البعض بيحكي بتشريع ديني أو بحرم ديني لهذه الرياضة، مع أنه تبين للجميع أنه من أكثر رياضات نظافة على المستوى الدولي. يعني من وقت الثمانينات بعتقد وقت انطلقت هذه الرياضة اليوم ولا حادث. أسألك سؤال، فيش رياضة قتالية ما فيها خطر؟ مش بس رياضة قتالية، أي رياضة أخرى؟ فوتبول. لا 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 فوتبول يعني كم واحد بتطير ركبته وبتطير. واصل لك أنا واصل لك. هلأ الـ MMA صارت هي رياضة خطرة، هي ضرب، هي لاعب قتالي بس مقاولنة بشكل جيد. لا الحكم في وقف، اللاعب في وقف، كل شيء. وين صارت هالحكي كتير إنه عنيفة وخطرة؟ بس في أطراف حسوا حالهم البساط رايحة منهم خسرانين، صاروا بدهم يخلقوا مشاكل، صاروا بدها تتسوق العملية، صاروا بدها تتسوق. هلأ إذا خطرة سبق السيارات خطرة، عرض السيارات هذا، هلأ رح نشوف أكسيدانات عروضات الطائرات خطرة، اسكي خطر، في ألعاب كتيرة. هلأ في حوادث كتير بتصير بالرياضة، بس لنقول إنه الـ MMA بس ما مات حدا بالحلبة ولا مرة مات ولا حدا بالـ MMA ولا حدا مات حدا بالـ MMA. طيب عم بتحمسنا على هذه الرياضة، وسمعت من كلامك أكتر من مرة هيكلية جديدة ولاعب MMA، يعني لاعب الـ MMA هل عم بتأسسوه من الأول أم إنه عم بتجيبوه من رياضات قتالية أخرى؟ لا يعني الـ MMA هي ميكست مارشال ارتس، يعني الالعاب القتاليه المختلطه، فيها شوي من الجودو، فيها شوي من البوكس، فيها شوي من الكيك بوكسينج، من كل هالخلطه الحلوه مخلوطه على لبنان. في يعني في خزان كبير لاعبين بلبنان، في خزان كتير كبير. نحن حنجرب قد ما فينا لعبه الـ MMA عشان ما نتعدى اي اتحاد تاني. لعبه الـ MMA اللي بيلعب MMA بده يكون بالـ MMA. هلا هيدي عم نعملها دراسه، نحن ما بدنا انه يعني بدنا الشخص اللي بده ينجح لازم يكون اللي عم يلعب باللعبه اللي بحبها، ما في يلعب كذا لعبه، ما في يلعب كذا لعبه از بروفيشنال، اما بده يوصل اما شيء بده يضل يركز على نفس اللعبه متخصص، فنحن حنشتغل عليه. طيب رح تقدموا لهم دعم انتم كاتحاد او رح تمننون مثل ما بيصير مثلا في رئيس اتحاد معين، رئيس ما بعرف نسيت مزبوط، منن الاتحاد تبعه انه جاب له كمبيوتر ب $2000 رح تعمل زيت شيب لك شغله وتأيدهم على قلم ورقه لك شغله واتحاد ثاني ايدهم على قلم ورقه وقال لهم بكره بدي اياهم هالمصريات. نحن هالكم سنه دفعنا كثير ما لا 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 ما عم بحكي شيء، انا عم بحكي اليوم رح تمنن او ما رح تمنن. بس حجاوبك انا عليها السؤال، في شباب كتير بلبنان عم بيسافروا يلعبوا بطولات برا عم بيدفعوا من جيبتهم، في شباب عم بيسافروا يلعبوا برا بكل الالعاب عم بيلعبوا برا بيخصموا لهم معاشاتهم، في شباب عم يروحوا يلعبوا برا عم بيزعبوهم من شغلهم، في شباب عم بيلعبوا برا عم بيبعدوا عن المدرسه، في شباب بفوتوا على الرياضه معاش عم بفوتوا على المدرسه. نحن هيدا الامور كلها بدنا نعالجه قد ما فينا. رقم واحد اللعيبه
والأندية، كل واحد بيعطي بيشتغل من رئاساء الأندية نحن معه، ونحن مع اللعيبة نحافظ على اللعيبة، وما حدا يستغل اللاعب بعد، إنه استغلال اللاعب هيدي صارت ممنوعة. عندنا باستغلال اللاعب ممنوعة، وبدنا نعمل طريقة حل لكل هالأبطال إنه لا يخسروا وظائفهم ولا يخسروا مدارسهم. عجبنا هيدا الموضوع، موضوع استغلال اللاعبين، لأنه حضرنا عدد كبير من الأفلام الأمريكية، ما بعرف إذا بتذكرني بكم اسم بعد شوي خليل أو مروان، عن مبارياتها ما بقى بالحبوسة وقصص وجاملينج ما جاملينج. رح نحكي أيضا حول هيدا الموضوع واستغلال اللاعبة، وإدي حاطت رئيس الاتحاد فترة لا يقدر يبلش يحقق إنجازات، بالإضافة للإنجازات اللي عم تتحقق لهلأ من بعد ما نتوقف مع بريك قصير. رجعنا معكم بحلقة سكور لليلية اللي رح نحكي فيها، وعم نحكي فيها عن واحدة من أكثر رياضات شعبية اليوم بلبنان، رياضة الأمامي يلي عم تمارس قانوناً باتحاد الأمامي، ويلي عم تمارس على الأرض من خلال المظاهرات والإشكاليات اللي عم نشوفها ليل مع نهار. هيدا بدنا نشوفها مثل قصة الصيد. أهضم شيء اليوم بعد ظهر كان صديقي، وهون بدنا نوجه له تحية، أستاذ بيير جلخ رئيس الاتحاد اللبناني للرماية والصيد، اللي صار عضو باللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي. يعني هني حاربوه بلبنان منعوه يكون باللجنة الأولمبية اللبنانية، وحاربوه إنه ما يكون بالاتحاد العربي. بتعرف القصص الحلوة بلبنان، إجا عضو باللجنة التنفيذية بالاتحاد الآسيوي، ما في إلا 45 دولة بآسيا يعني بس. فهون بدنا نوجه له تحية، بدنا نوجه تحية لمنتخب لبنان، للناشئين أيضا برماية اللي حقق الميدالية الذهبية لري باسيل، الميدالية الفضية، وأيضا ميدالية برونزية للبنان في هذه الرياضة. رح بيكونوا كلهم ضيوفنا بالأسابيع القليلة المقبلة. بس الأهضم كان عم بيحكي اليوم ضيفي كان بصوت لبنان، إنه بيزارة البيئة منعة الصيد بلبنان، بس ما شفت حدا على الفيسبوك مش حاطط له 5000 على الصوره. ما عندي صاحب انا، بس هيدي ما عم ما عم لاقي حدا تلفن له، كله بالصيد، كله بالصيد، بس انه الوزاره مانعه، ووزاره البلديات عم بتشدد، وزاره الداخليه عم بتشدد على منع الصيد. صح، عندهم كروتي بيكون. بس مش معقول، ما في عن جد عسيره الامامي. يا ريت لو سمح يعني مرور. مش كل الناس تعرفها كلها للامامي، يعني شو هي، بس هيك خلاصه عنا ونينا، شو المسموح قد ايه طول، هيدا رح نبلش نشوفه بالامتي كيف بتصير اللعبه. رح نبلش نشوفه مروان بسكور من هلا، من بعد في شهر وطالع رح نبلش نعملها. مزبوط خليل بيك؟ اكيد. على كل حال هيدا السؤال رح افتح فيه استاذ مروان، فتحه رح كفي فيه، وهو ادي عطينا حالكم مهله تتبلشوا. مزبوط، يعني انت اعطيتنا حلو كلام جيد وسنه تعملوا كل هذه النشاطات، ولكن هل بدكم تنطروا سنه تتقلعوا هذه التقليعه وتعملوا هذه البنيه وهذه الهيكليه اليوم بنسميها بالماركتينج براندينج؟ لا براندينج الأمامي أكيد لا، نحن بلشنا هلا غيرتوا اللوجو صار بوكس. لا بوكس خفيف بس. بوكس خفيف بوكس خفيف. لا نحن بلشنا وعم نشتغل، بس بدك يتركونا نشتغل. مزبوط. تمين ما عم يتركون، ما هو ما عم بفهم. البعض يقول انه في عندكم مشاكل مع ممثل الاتحاد الدولي للأمامي، اذا كان في اتحاد دولي، او هي الشركة الراعية للأمامي في ما العالم. ما عندي معلومات عن الموضوع، انا ما بعتقد، لانه امبارح كنتوا ببادرة حسنية من قبلكم معهم. لا بس ما بعرف، اتحاد دولي مش اتحاد دولي، في اتحادات كتيرة هلا كل واحد بسمي. انا مثلا هيدا الاتحاد لهلا نحن اتحاد اللبناني مش معترفين فيه لهيدا الاتحاد، كونه هول ليه اشخاص بيحترموا قوانين بلدهم وما بدهم يحترموا قوانين بلدنا. طالما هن ما عم بيحترموا قوانين بلدنا نحن مش هنحترم قوانين بلدهم. فلهلا ما بنعرف شو هن بالضبط، ما بنعرف شو هن بالضبط يعني. طيب كيف هي العلاقه مع ديزرت فورس اللي شفناه معكم بالمؤتمر الصحفي؟ علاقة جيدة جدا مع ديزرت فورس، علاقتنا كتير منيحة، اشتغلنا مع بعض وكانت النتيجة منيحة والعلاقة منيحة الحمد لله. طيب العلاقة مع الأندية، إذا بدي أقول المعارضة،
وخاصة مع الأشخاص يلي كانوا بدهم يجوا بهديك اللجنة يلي يبدو أنه صار في انقلاب بمكان ما وبلحظة ما حكيت عنه صار في اتحاد تاني ركب بنفس الوقت أو لجنة تانية ركبت. هلا العلاقة مع بعض الأشخاص العلاقة مع يعني هن حسيتهم أنه بدهم يتقربوا منكم بس في شيء عم يمنعهم. العلاقة جيدة جدا مع كل الأندية. هلا في ناديين العلاقة مش منيحة مش مشكلة. هلا في قانون كل واحد حياخد حقه ضمن القانون كل واحد حياخد حقه فش يعني انه فلان. طيب اذا واحد بده يسافر اليوم يقال انه انت ما في اعتراف فيكم من قبل اتحاد دولي او شيء مثل ما عم تقول ما في شيء اسمه اتحاد دولي. ما في شيء اتحاد دولي. طيب اذا حدا بده يسافر يلعب MMA برات لبنان نعم. ربما كان هذا اللاعب ينتمي الى اتحاد اخر او رياضه اخرى بس عم بيمارس رياضه MMA هل رح تسمحوا له؟ اكيد نحن ما عندنا مانع نحن بالعكس بندعم بس في قانون. اول شيء لما لاعب بده يروح يلعب بده يبعثوا كتاب للاتحاد بده يبعثوا كتاب انه اللاعب بده يروح يلعب على البلد الفلاني. الاتحاد بده يطلع على الوراق اول شيء بيشوف كل شيء اوكي ما عنده مانع الاتحاد يسافر. هل رح تدعمون ماديا ايضا؟ بس انه يسافر اللاعب بلا ما يعرف الاتحاد ورئيس نادي يستغل لاعب هيدي خلصنا منها ما عشفي منها. طب شو قصة الاستغلال اللي عم تحكي عنه؟ استغلال اللعيبة ما عشفي منها استغلال اللعيبة بأي ناحية؟ استغلال يعني نروح بتاخد واحد يأكل قتل يأكل قتل بس لا يأكل قتل ما في عندك بدك فيك تأمن له بدك تأمن له للاعب تأمن له في لاعبين بيلعبوا رياضة بيكبروا بالعمر بيخلصوا الرياضة بيقعدوا ببيتهم ما عادش بيعرف شو بده يشتغلوا بيقعدوا لا عم نشوفها بكل الرياضات والفوتبول تحديدا. نحن هون بدنا نعمل خزان اي واحد بيكبر بالعمر بندربه بالتحكيم يصير مدرب دولي مدرب عربي مدرب اسيوي ليضلوا عم بيشتغل وعم بيستفيد. بس انه بس تاخد اللاعب يلعب بس تخلص منه خلص باي بدوش الواحد بدوش تأمين اللاعب ما بده تأمين اللاعب اذا راح اتعور شو بيصير فيه للاعب. يعني كمان سألتك السؤال انت كنت على المستوى الشخصي تدعم كذا بعثة راحت وخاصة على فيغاس الموسم الماضي والقبله واللي قبله الابطال اللي رح تطلع من لبنان هل رح يدعموا الاتحاد؟ هلا في عنا طالعين ابطال على الاردن وعلى مصر طالعين من على الاردن وعلى مصر نحن بتكونوا الى جانبهم نحن واقفين معهم معنويا هلا نحن واقفين معهم معنويا يعني وطالعين معدل الاعمار خليل قد ايه عم بيكونوا بهالبعثات الشباب يعني هي اللي عم بيمارسوا هذه الرياضه 25 27 يعني عندك في عندك في عندك في عندنا لاعب مهم بالثلاثينات وفي عندنا بال25 27 22 يعني هذا الابوجي تبعهم 20 يعني هذه الرياضة اليوم حتى فتيات كثيرات عم بيمارسوا هذه الرياضة بلبنان حلوة عم أنا بشوفهم بكذا نادي بيكونوا عم بيمارسوا هلا الرياضة أنا بالنسبة إلي ما بعرف في مفهومية غلط بالبلد بالرياضة مش بس إنه بالنسبة إلي رحت أخذت ميدالية بدك تعمل خطة لهالشباب اللي طالع الناشئة لهالشباب لهالجيل اللي طالع بدك تعمل خطة بعيدة المدى مش صار عمرك 25 أما 27 ما قدرتش تلعب انزتات بالشارع صح. طيب البعض يقول أن هناك مراهنات ومثل ما كنا عم نحكي في كذا فين بالعالم بيحكوا عن مراهنات بالألعاب القتالية ونحن على كل حال منشوفها من الفوتبول للتنس كل هذه الأمور في البعض حتى سألك سؤال بالمؤتمر الصحفي الأسبوع الماضي هل لكم علاقة بالموضوع؟ هلأ كل بلاد العالم كل شيء هلأ يعني ما تتفاجئ هلا يعني ريال مدريد برشلونه سبونسر تبعهم بيعمل مراهنات كل العالم كل الرياضيات فيها رهانات نحن ما لنا علاقه بالرهانات اذا حدا عم بيعمل رهان نحن ما لنا علاقه هلا انا بشارطك انه هلا انا قاعدين عم بيراهنوا خلينا نصور شو حيحكي طب شو حكيت اليوم لهلا كله مضبوط ولا بعد شيء هلا بعد ما حكيت شيء اسم الله عليك اسم الله عليك هلا رح منتابع نحن وياكم مع بطوله العالم للراليات والمرحله الاخيره يلي كانت عم بتصير بويلز بجنوب بريطانيا
ومثل بالفورمولا 1 ما صار في شيء جديد في هذه المسابقات الاخيره اللي عم تصير ببطوله العالم، الفوز لسيباستيان اوجي وفريق في دبليو يلي عمل نتيجه ممتازه، يعني ماتي لادفالا عمل نتيجه ايضا ممتازه بالمرحله الاستعراضيه الاخيره تاكد مركزه الثاني ببطوله العالم. فإذا نحن عم نشوفه بهذه المرحلة الاستعراضية، ولكن المميز السنة إنه الشتاء بلش بكير، الأرض كانت موحلة والمستفيد الأكبر كان في دبليو، ومثل ما كنا عم نشوف بالفورمولا 1 عم نشوف هون مع الفرنسي سيباستيان أوجي اللي ربح لقب بطولة العالم للمرة الثالثة، وبالتالي بلش يقترب شوي شوي من سيباستيان لوب اللي ربح البطولة من مرات. بالفورمولا 1 ختاما مروان معك، في شيء جديد رح نشوفه بأبو ظبي؟ لا، أبو ظبي يعني الكل مثلا عند هوندا استخدموا كل محركاتهم لكل السنة، ما عاد عندهم محركات إضافية قدروا يستخدموها. الكل مش مهتم كثير بالنقاط، بدهم يجربوا يفرجوا او يجربوا سيارتهم لسيارة ال 2016، يحطوا شوية قطع منها يلي لهم حق يحطوها. ما رح نشوف سبق يعني على المنافسة كثير كبيرة. المركز الثالث حتى انحسم للصانعين لويليامز، والنتيجة كثير منيحة لهم. الفيراري مثل ما قلنا إذا بتكمل مثل ما حطت له مخطط الريفاباني، إن شاء الله نقدر نشوفها السنة الجاية عم بتنافس من بداية السيزون ضد المرسيدس. كمان كيمي رايكنن إذا بحسن حاله الكواليفاينج بيقدر يدفج فيتال يعطي أكثر، بس أكيد طلعوا من السيارة الماكسيموم تطلع منه، سيارة ممتازة يمكن بغير ظروف بغير وين يمكن فيها تكون من السيارات اللي تربح بطولات للعالم. يلا بدنا نشوف شو بدنا رايح أبو ظبي. لا ما بيحرز هالسبق أبدا. لا وحلو بس إنه ما في شيء منافسات. إيه ما في بقى منافسات رح بتصير فيه. خليل رح منتابع فإذا معك، ورح نوصل لنقطة مهمة جدا جدا جدا. هل لبنان رح يستضيف بطولات كبرى بعهدك وبالأيام الأولى لك في هذا الاتحاد؟ بكل صراحة عنا أبطال سافروا وحققوا إنجازات بكل دول العالم، وأنا بوعدهم إن شاء الله قريبا جدا زي ما سافروا ولعبوا برا وحققوا بطولات حنعمل بطولة بلبنان إن شاء الله سنة الجاية، حخليهم يستقبلوا كل لعيبة العالم بلبنان. طيب هذا الكلام جيد ولكن بخوف، هل هذا الخوف من أعدائك رح بكتلهم أو كوتلهم ضدك؟ هلأ ما عندي أعداء أنا، هلأ اللي طلع عدوي هو عدو لبنان، عدوي هو عدو لبنان، فأنا ما عندي أعداء، بس لما عدوي عدو لبنان ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة. طيب حتى البعض من يلي كانوا ضدك بالانتخابات وجهوا بعض الرسائل من خلال أشخاص معينين انه بدنا نشتغل نرجع معك، رغم انه كانوا عم بيحكوا انه انت طائفي، بس من تحت الطاوله كان عم بوصلوا لك رسائل، شو بترد على هذه الرسائل؟ هلا في كلمه قلت طائفي، انا طائفي، لاقول لك ليش قالوا انا طائفي؟ قالوا انا طائفي عشان اخذت 9 اصوات. ما علي انا بديش احكي، بس هلا عم بتقول انه هددوا هيك بدي احكي. لا بس ما وصلوا لك رسائل. مزبوط مزبوط، بس خليني اقول لك ان نحن اخذنا 9. ان شو فكروا؟ انه اخذ 9، انا سميت 9 شيعة، كوني انا شيعي، بس تفاجئوا 9 في بيناتهم 5 مسيحية وواحدة ارمنية مسيحية. قال انه ما بحق لك تسمي مسيحية بالتشكيلة وبالتركيبة اللي انت عاملها. هلا تركيبتي الكوتا ايه، بس تركيبتي بحق لي. كيف يعني تركيبتي الكوتا؟ بس ما انت عم تشتغل كوتا 5 مسيحية. انا بشتغلش، ما هني 9، 5 مسيحية واحدة ارمنية مسيحية 6 واثنين سنة واحد شيعة. اللي بيستاهل يكون بالكرسي يستاهل بالكرسي. هلا بس شفنا من كل الاديان معك، شفنا اصدقاء هشام بستاني، شفنا مش سعادة، شفنا كذا اسم موجودين معك. كلنا ما عندنا طائفيه، نحن حاطين مخطط، نحن بقى نبعد الطائفيه بجو الرياضه، نحن هيدي خطتنا. نحن طيب انا ما عم بقدر استوعب، عن جد ما عم بقدر استوعب، عم نحكي ام ام اي، عم نحكي عن رياضه، عم نحكي وهلا نازلين نشوف نازل انا وياه نشوف هلا صالتين كبار بده يسأجرهم احد الانديه بمنطقه انطلياس هون فلرياضه الام ام اي. ما عم بفهم كيف يعني بتصير قصه طائفيه. يعني معه حق مروان، بكره بنعمل فريق لونه اورانج، لو واحد لونه اخضر، واحد لونه ازرق، واحد لونه هو نحن عاملينه، نحن اوريدي بالاتحاد عنا عاملينه عشان كلنا لون واحد. نحن موجودين كلنا لون واحد لبنان، يعني الاربع الوان عاملين لون واحد لبنان. ايه لبنان. طب هيدي عم برجع اكد عليها هذه النقطه،
يعني الكلام باطل، يعني اللي بحاربك من فوق بيبعت لك رسالة من تحت، شو بتسميها؟ أنا بعتبره جبان. أوف. أنا بعتبره جبان. رح نكفي مع أخبار التنس وتحديدا مع حدثين مميزين، واحد انتهى امبارح وواحد منتهي بالويك أند المقبل. منبلش مع الصور. فإذن عم نبلش مع الحدث يلي انتهى امبارح وهو نهائي كأس الاتحاد عند السيدات، مواجهة قوية وعنيفة جدا كانت عم تجمع المنتخب التشيكي مع المنتخب الروسي. المنتخب التشيكي عم يبحث عن لقب رابع لإله بآخر 5 سنوات، والمنتخب الروسي عم يبحث عن أول لقب لإله من سنة 2008. ولكن بالنهاية كفيتوفا رغم خسارتها أمام ماريا شاربوفا قدرت أنه تربح، وبالتالي تسمح لفريقها هي وفريقها يربحوا هذا اللقب، ونتيجة ممتازة للمنتخب التشيكي. اليوم المدرسة التشيكية يلي ما فينا نقول إلا ربما سليلة المدرسة الروسية عم تعمل نتائج جيدة. على كل حال أيضا بكرة بدنا نحكي الأسبوع المقبل عن مشاكل روسيا بعالم الرياضة، وما بنعرف مثل ما كان عم بقول صديقنا بيير كاخيا اليد الخفية اللي عم بتحارب اليوم إن كان سابلاتر وإن كان الروس، ما بنعرف مين هي هذه اليد، ولكن اليوم الروس وضعهم صعب جدا بعالم الرياضة. أيضا رح نتابع مع أخبار التنس ورح ننتقل للأوتو أرينا بلندن تنكون مع آخر النتائج يلي عم بيتم تسجيلها في هذه البطولة، دورة الماسترز عند الرجال. بالطبع واحد من الشخصين اللي عم نشوفهم عم بيلعبوا اليوم هن رح بيكونوا الأبطال في هذه البطولة. أولا روجي فيدرير رغم تقدمه في العمر بعده قادر أن يكون منافس على مستوى عالي جدا. للأسف واحد مع العمر بيخسر شوي من ردة فعله ربما أو من سرعته، ولكن فيدرير بعده حاضر بقوة. ولكن الرجل الأقوى أمبراطور عالم التنس في عام 2015 هو الصربي نوفاك جوكوفيتش يلي ربح بسهولة تامة. وأيضا بالمجموعة الثانية عنا ماري نادال بافرينكا وفيرير، ولكن ما بعتقد حدا منهم قادر أنه يتخطى خاصة الصربي جوكوفيتش ويربح لقب دورة الأساتذة. بالختام خليل نصور، اليوم إذا حدا بده يلعب أمام أي في بلش من الصفر أم لازم يكون لاعب رياضة قتالية قبل وينتقل اليوم لعالم الأمامية؟ لا في بلش من الصفر، في بلش تمرين، وهذه الأندية المزروعة اليوم بكل المناطق اللبنانية هي اللي رح تستقبل هؤلاء الأبطال؟ في عنا أندية، في أندية كتير بتستقبل أبطال هلأ. في أندية ما بتلعب أمامية، بيدربوا ألعاب قتالية ما إلي عليها بالأمامية، بس بالأمامية نحن عاملين بروجرام وحنوسع قصة الملاعب، يعني في خطة 4-5 ملاعب لازم ينفتحوا، ملعب كبير كتير لتستقطب قد ما فيها شباب وين موزعين الأندية اليوم؟ بأي مناطق بلبنان؟ كل المناطق اللبنانية. كل المناطق اللبنانية موجودة. كلمة أخيرة للي بحبوا هذه الرياضة شو بدنا نقول لهم؟ بدنا وبنفس الوقت يلي بحبوا خلينا نصور هل رح نشوفه باتحاد اخر؟ انا اذا ضلوا زعجينك بالأمامي انا طالما هني بدهم اياني حضرني موجود، ما حدا بيزعجني. طالما هني طالبين بدهم اياني ما حدا مش مزعوج، يعني ما رح نسمع يوما ما احرجوك فاخرجوك. لا اذا هني الاندي ما بدهم اياني ما بدها لا انتخابات ولا بدها شيء، وبداش انا من النوع ما بسير لاجي سير نادي ليعطيني صوته، هيدي مش موجودة عندي. بس هني قرروا وين بدنا خليل نصور، خليل نصور مش أهلا لهالشغلة، أما whatever أنا دغري بقول لهم السلام عليكم، بس أنا هشتغل ضميري، غير ضميري ما هشتغل. إذا هني بدهم اشتغل ضميري حننجح، ما بدهم يني اشتغل ضميري أنا من بكرة الصبح قول باي باي. مروان رح تترك البين بون تنتقل لما معي ولا شو؟ لا أنا ويانا مروان قريبا مواجهة بالبين بون ها؟ أنا ويانا مروان مش بالأمامية دخيلك. لا مش بالأمامية، مع أنه الانشيب صاير مروان شو عم تعمل؟
ابر و... لا هيدا مش خارجنا انا وياك. على كل حال شكرا لك. شكرا بريزيدان حبيبي. وعلى أنا أمل نرجع نلتقى من هلا لفترة قصيرة مع إنجازات عم بحققها هذا الإنجاز، إن كان من خلال المشاركات برات لبنان وإن كان بالبطولات يلي رح بتقوموا فيها بلبنان. إن شاء الله. شكرا لك وشكرا لجميع المشاهدين. نرجع نلتقى الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من سكورت.